بقيادة المدرب الوطني أحمد حيدر ومساعده محمد السلمان، يواصل فريق الكرة بنادي اليرموك تدريباته اليومية على استاد عبدالله الخليفة استعدادا للموسم الرياضي الجديد في معنويات عالية بعد صعوده للدوري الممتاز. طبعا احنا بلشنا في برنامجنا الاعداد من تاريخ 24/7، والحين نعتبر احنا داشين الاسبوع الرابع من الاعداد. وطبعا الفترة الأولى عادة يكون أول أسبوع تعارفي على ما يكون تجمع يصير، فخلينا نقول احنا حن هذا يعتبر رسمي الأسبوع الثالث. فالأسبوع الثالث احنا بداية الإعداد الخاص، بداية الإعداد الخاص داشين عليه. فإن شاء الله احنا مقبلين على معسكر اليوم الجمعة رايحين، وهناك راح نكمل مشوار الإعداد الخاص مع الإعداد ما قبل المنافسة. البداية إن شاء الله راح تكون صعبة، يعني احنا استعدادنا ان شاء الله راح يكون تقريبا خلصنا 3 أسابيع هنا بالكويت. ان شاء الله راح نسافر معسكر تركيا اسبوعين، راح نلعب مباريات وديه. الحمد لله عندنا استقرار على المستوى الفني، على مستوى اللاعبين تقريبا، بس باقي لنا 5 محترفين يكملون ويانا. ان شاء الله تكون بدايتنا تاريخ 13/9 بكاس الامير. طبعا هاي راح تكون يعني ما راح نقول بطوله تجهيزيه حق الفريق، لا بالعكس راح ندش يعني ان شاء الله بكل قوتنا ننافس على البطوله. احنا مبلشين تقريبا من نص 7، وفي تمارين صباحيه مسائيه، وطموحنا ان بعد تم صعدنا للدوري الممتاز ان ما نطيح ان شاء الله. فان شاء الله جاهزين ان نكون بالمراكز المتقدمه ان شاء الله. كما كانت ابرز تعاقداتي للموسم المقبل تعاقدي مع البرازيلي رافائيل والمالي ماكان سامبالي والهولندي جوليس بليديك والكولومبيين كارلوس جوميز وداروين جوهان، وتعاقدي مع لاعب النصر السابق زيب العنزي ولاعب الشباب علي جوهر، وجدد التعاقد مع حارس مرمى كاظم والقادسية السابق أحمد الفضلي. ومن المقرر أن يقادر الفريق إلى العاصمة التركية إسطنبول في 20 من الشهر الجاري إلى 3 من سبتمبر المقبل لإقامة معسكر تدريبي يتقلله بعض اللقاءات الودية. بدأنا التمرين قبل 4 أسابيع تقريبا، ولعبنا مبارتين ودية مع الجهرة مع الساحل، وعندنا 5 محترفين جاهزين إن شاء الله راح يجونا المعسكر هناك. وعندنا هني أخذنا زبن العنزي، أخذنا معانا، وأخذنا قولش أحمد الفضلي جددنا معاه العقد، وإن شاء الله جاهزين حق الدوري. يطمح اليرامكة في البقاء في الدوري الممتاز والظهور بشكل مميز ومختلف. سالم ملالة، القناة الرياضية.